طيب هيك بدأنا تسجيل. يلا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا. الله يعطيكم العافية. سنافرنا سنافر 2021، معكم زميلكم معاذ محسن من لجنة طب الأسنان ولجنة الطب البشري في شرح المحاضرة رقم 18 من محاضرات مادة المقدمة في الطب والمقدمة في طب الأسنان. هاي المحاضرة الثانية إن شاء الله حتكون لمحاضرات الأسنان. قبل ما أبدأ حابب أحكي أكثر من شغلة بخصوص الشرح إن شاء الله رب العالمين. الشرح اللي حعمله إن شاء الله رب العالمين زي ما عملنا احنا بالسنة الماضية، يعني يمكن لو تسألوا دفعة روح ودفعة آرام طلاب 2020، السنة الماضية الحمد لله رب العالمين يعني الدكتورة أسماء الجمل اللي شرحت هاي المحاضرة هي نفسها اللي شرحت لكم هاي المحاضرة برضو هاي السنة، الأسئلة ما طلعت عن ملخصات لجنة الطب ولجنة طب الأسنان، فالحمد لله رب العالمين بتقدروا تعتمدوا هذا المصدر، الدكتور اعتمدته كمان السنة الماضية، فبتقدروا تعتمدوا هذا المصدر وأنتم مرتاحين. الشرح إن شاء الله حيكون تفصيلي، حتطلعوا فاهمين جدا هاي المحاضرة. طلاب الطب البشري يمكن بعثوا لي كان في عندهم أكم من تخوف من هاي المحاضرة، بس إن شاء الله رب العالمين حتكون جدا سهلة عليكم، حاول أبسطها قدر الإمكان. طلاب طب الأسنان يمكن ما تشوفوش أي إشي بخص الأسنان هاي السنة غير هذول المحاضرتين، فدرسوهم وأنتم مستمتعين. طيب قبل ما أبدأ برضو بدي أحكي كيف أسلوبي بالشرح. إن شاء الله حنشرح المحاضرة على شكل توبكس، يعني مواضيع معينة بنمشي بموضوع، بنشوف صور خارجية ممكن تساعدنا على فهم الكونسبت، بالإضافة في عنا هيك زي موضوع معين عن تسمية الأسماء، عملت تلخيص خارجية لحتى تسهل عليكم تقدر تعتمدوها كذلك بالدراسة. لما نخلص التفريغ حرجع على التفريغ مرة ثانية لنشوف أكثر الشغلات اللي ممكن تركز عليها الدكتورة في الأسئلة، وإن شاء الله ما حننساكم برضو، حينزل مكمل للأسئلة بعد ما نخلص الشرح، وكذلك رح نشوف إيش أكثر الشغلات اللي بتركز عليها الدكتورة في الشرح، ونرجع نشوف كيف الأسئلة ممكن تسألها الدكتورة على هاي المحاضرة، فإن شاء الله بتطلع من هاي المحاضرة وأنتوا فاهمين كل تفاصيلها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. Introduction into Dental Anatomy. طيب دنتال اناتومي هو علم من علوم طب الأسنان المعني بتشخيص الأسنان، يعني دنتال معناتها أسنان، اناتومي تشريح. يعني في عندكم قسم بالطب البشري اسمه الاناتومي اللي هو التشريح، احنا في عنا في طب الاسنان علم من علوم طب الاسنان بنسميه دنتال اناتومي. دنتال اناتومي هو العلم المختص بتشريح الاسنان. شو يعني تشريح الاسنان؟ يعني نعرف كيف شكل السن، كيف وظائف السن، كيف علاقه الاسنان فيما بعضها، علاقه الاسنان بينها وبين الفك الموجود هي فيه، علاقه الاسنان وشكلها مع شكل الوجه الخارجي، ندرس فيها تفاصيل السن، ندرس فيها اهم التيرمينولوجي المصطلحات الطبيه اللي بتساعدنا على فهم طب الاسنان، بنعرف ايش الفيتشرز او الخصائص الموجوده في كل سن، ايش العلامات اللي بتميز الاسنان. فهو علم واسع، علم كبير، في عندنا مساخ كامل في طب الاسنان اسمه الدنتال اناتومي، فهو احد علوم طب الاسنان اللي هو مختصه بها بهذا الشيء. طيب بهاي المحاضره ان شاء الله بشكل اساسي رح ندرس بعض المصطلحات، يعني كاطباء اسنان بدنا اي تخصص في الدنيا في له مصطلحاته، تخصص طب الاسنان هو علم في له مصطلحاته، فاحنا كاطباء اسنان لازم نكون عارفين التسميات الاساسيه للاسنان، او في منطقه الاورال كافيتي او التجويف الفموي بدنا نكون عارفين اهم المصطلحات، لما نعرف مصطلحات تخصصنا بنقدر احنا نتواصل كاطباء اسنان بيننا وبين بعض. تمام، حنحكي عن شكل الاسنان، حنحكي برضو عن انظمه تسميه الاسنان، حنحكي عنهم بالتفصيل ان شاء الله، علاقه الاسنان فيما بعضها وعلاقتها كذلك بالفك الموجود فيه. طيب كلياتنا بنعرف انه احنا في عندنا فكين، الفك العلوي والفك السفلي. طيب شو هو الفك العلوي شو هو الفك السفلي؟ طيب احنا كلياتنا بنعرف انه احنا هاي السكال، هاي هي السكال اللي هي الجمجمة. تمام، الجمجمة في احدى العظام هاي بنسميها عظمة الماكسيلا، عظمة الماكسيلا هي العظمة اللي بتكون الفك العلوي، هاي العظمة اللي احنا بنسميها الماندبل او الفك السفلي. طبعا كلياتنا بنعرف انه عظمة الماكسيلا هي العظمة اللي بتكون الفك العلوي، والعظمة ثابتة مرتبطة مع الجمجمة ارتباط جدا وثيق. العظمة اللي بتتحرك اللي هي عظمة المندبل، خليني أورجيكم صورة. طيب زي ما حكينا احنا حكينا انه الفك العلوي للأسنان بتكون عظمة الماكسيلا. إذا أنتم ملاحظين شغلة انه عظمة الماكسيلا في لها أكثر من بروسيس، لها أكثر من شغلات ترتبط فيها مع الجمجمة. إذا أنتم ملاحظين هاي العظمة الماكسيلا مرتبطة هون مع عظمة، وهنا مع عظمة، هنا مرتبطة مع عظام الأنف، هنا مرتبطة مع عظام الوجنتين، هنا مرتبطة الألفيولار بون. فعظمة هي بتكون الفك العلوي ومرتبطة في الجمجمة، فهي ما بتتحرك. تمام، إذا أنتم ملاحظين في زي هنا في خط صغير بربط بين العظمتين. بالأصل هاي معلومة جدا مهمة، معلومة لطيفة لحتى تفهم الموجود بالتفريغ. أثناء تطورنا، يعني إحنا كنا أجنة بعدها صرنا، أثناء تطور الجنين هو في بطن أمه بتكون بداية تكون العظام. في الأصل بتكون عظمة الماكسيلا هي عبارة عن عظمتين منفصلات،
في مرحلة من مراحل تطور الجنين هذول العظمتين حيجوا يرتبطوا من بعض بكونوا عظمة واحدة، لكن الماكزيلا في الأصل هي عبارة عن عظمتين متصلة منفصلات ارتبطوا مع بعض والتحموا مع بعض من خلال السوتشرز، تمام، اللي هو بنسميه السوتشرز اللي احنا بنسميه المفصل، تمام. فالتحموا الثنتين العظمتين الماكزيلا التحموا مع بعض، تمام. خلينا اورجيكم صورة للمانديبل حتى تفهموا التي ام جي. طيب هاي صورة للتي ام جي، هاي عظمة الماندبل اللي ملونة باللون الأخضر، هاي العظمة بنسميها عظمة التمبورال اللي هي عظمة من عظام الجمجمة، تمام؟ في إلها زي فوصة، زي فوصة معناتها انخفاض، في إلها زي فوصة بيكون في إلها هون الماندبل، ترتبط هاي الماندبل بالتمبورال بون. فإيش سموا هذا الجوينت؟ لما تسمع كلمة جوينت هي عبارة عن ارتباط بين عظمتين، تمام؟ اللي هو المفصل، اللي هو المفصل. جوينت يعني ارتباط بين عظمتين، شو هم العظمتين؟ عظمة الماندبل الموجودة بالفك السفلي والعظمة اللي هي بنسميها التيمبورال بون. طيب اذا احنا ملاحظين عظمه الماندبل كيف حتتحرك؟ حتتحرك للخلف وللامام. لما تتحرك بتساعدنا انه هاي الماندبل الفك السفلي بده ينزل لتحت ويرد يرجع، فبتساعدنا على الاكل، على النطق، كل شيء احنا بنستخدمه في الاورال كافيتي مبني على حركه الماندبل. فاي خلل احنا بنلاحظ، اذا بنلاحظ اي خلل بده يصير في التي ام جي حياثر على كل هاي الوظائف، اللي اصلا ما في عظمه في الفك، ما في عظمة في وجه الإنسان بتتحرك إلا عظمة الماندبل. فهذا التيمبورال جوينت تي ام جي جدا مهم، موضع سؤال دائما في كل امتحان، السنة الماضية أعتقد برضو تكرر، إيش اسم العظمتين اللي بربطوا بين، إيش اسم العظمتين اللي بيكونوا تي ام جي اللي هم عظمة الماندبل وعظمة التيمبورال بون. طيب قبل ما ننتقل لوظائف الأسنان خلينا نحكي شغلة جدا مهمة من هون لنهاية المحاضرة لحتى إحنا نكون فاهمين شو بنحكي. إحنا هون الآن بنطلع على عظمة الماكزيلا زي كأننا ماسكين سقف الحلق بنطلع عليه من تحت، هاي زي كأننا بنطلع من على الفم من تحت، هذه هي عظمة الماكزيلا وهاي هي عظمة الماندبل. شو راحوا سووا العلماء؟ أجوا قسموا الفك إلى نصين، يعني حطوا خط وهمي، تمام، قسموا فيه الفك إلى نصين متساويات وقسموا فيه برضو الماندبل إلى نصين متساويات، تمام. فصار في عنا إحنا هذا الأبر، الأبر معناتها اللي هي العالي الفك العلوي، الأبر رايت يعني يمينك هو يسار المريض ويسارك هو يمين المريض. فإحنا وانا قاعدين بنحكي بالنسبة للمريض رايت يمين المريض، إحنا قاعدين بنحكي عن كوادرنت، طبعا كوادرنت معناتها مربع، تمام، أو ربع. قسموا الفك العلوي والسفلي إلى أربعة أرباع، تمام. الربع الأول اللي كوادرنت الأول سميناه أبر رايت ماكزيلري، تمام، أبر رايت كوادرنت اللي هو الماكزيلري. هنا برضو سميناه أبر ليفت كوادرنت، الربع العلوي اليسار، تمام، يسارك هو يمين المريض ويمينك هو يسار المريض. هنا إيش بنقدر نسميه؟ بنسميه رايت لور كوادرنت، تمام، هنا نسميه ليفت لور كوادرنت، تمام. او بدل ما نحكي لور وابر نقدر نحكي ماكزيلري، نقدر نحكي ماندبل، برضو بنقدر نحكي بدل ما نحكي ماكزيلري كامل بنقدر نحكي ماكزيلا او هيك ماكس، نقدر نختصرها او نسميها ماندبل، تمام، اختصار. طيب وظائف الاسنان functions of the teeth. طيب قبل ما ابدا في شرح هاي الشغلات بدي احكي شغله، انه رب العالمين لما خلق الاسنان ما خلقهم كلياتهم نفس الشكل، ليش؟ دائما في علاقه جدا وثيقه في اي اناتومي انتم بتدرسوه في الحياه، في علاقة بين الشكل وفي علاقة بين الوظيفة. يعني رب العالمين لما خلق الشغلات خلق الأسنان أو خلق أي جزء من أجزاء الجسم بشكل معين ليؤدي وظيفة معينة. فإذا إحنا بنلاحظ في عنا أجزاء جدا مختلفة من أشكال الأسنان، إذا إحنا بنلاحظ هنا في عنا الإنسايزر، إنسايزر من اسمه، شو معنى إنسايزر؟ معناتها قواطع. شو معنى كيناين؟ كيناين معناتها في له رأس مدبب. شو معنى مولر؟ معناتها الطواحين. إذا إحنا بنيجي بنلاحظ الإنسايزر القواطع موجودين وين؟ في الأنتيرير تيث، الأسنان الأمامية، هم والكيناين. ليش؟ لأنه إحنا عشان ناخذ أول بايت أو القضم الأولى أو أول عضة إحنا بناكل فيها الأكل بتكون بحاجة لأسنان قادرة على تمزيق الطعام. فإيش هي الأسنان؟ شايفين أنتم شكل هذا الإنسايزر إيدج اللي هو بنسميه السطح القاطع، بده يكون جدا قاسي قادر على تحطيم الأكل. ونفس الإشي الكيناين بده يكون مدبب لحتى يساعدنا على أكل الطعام. نفس الإشي بالنسبة للمولر، إذا إحنا بنلاحظ المولر المساحة تاعت المولر كثير أكبر من المساحة تاعت الإنسايزر، يعني هذا بنسميه الأكلوزال سيرفيس اللي هو السطح اللي إحنا بنمضغ عليه بده يكون كثير كبير، تمام. فلما يكون السطح كثير كبير بنلاحظ شغلة إنه
بيكون السيرفس تاعه كثير اوسع، فبيؤدي انه احنا بنستخدم هاي الاسنان البريمولر والمولر لطحن الطعام. يعني الاسنان الاماميه بنستخدمها لتقطيع الطعام، والاسنان الخلفيه احنا بنستخدمها لطحن الطعام، تمام؟ فهي اول وظيفه من وظائف الاسنان اللي هي الماستيكيشن، اللي هي المضغ. طيب الوظيفه الثانيه اللي احنا بنسميها الابيرنس او المظهر، خلينا اورجيكم هاي الصوره. طبعا كلياتكم يمكن شفتوا هذا الاعلان، تمام؟ هذا الاعلان كان لعياده طب اسنان، تمام؟ اذا انتم لاحظتوا هذا الشخص رايح عنده السنترال انسايزر او السن الامامي، تمام؟ كلياتكم لاحظتوا انه في إشي خلل عنده بالابتسامه، تمام؟ رغم انه برضه هذا الشخص شايل الحاجب او الحاجب بتاعه مش موجود. هذا بيؤدي انه حتى يعني بالسايكولوجي للانسان اول إشي بنلاحظه احنا اللي هي الابتسامه او شكل الاسنان، تمام؟ هو اكثر إشي بيكون مميز في الانسان. فالاسنان هي اللي بتعطينا المنظر الجمالي، هي اللي بتعطينا تفاصيل الوجه كثير بتعكس على الاسنان. ف كابيرنس او كمظهر الاسنان جدا مهمه لنا. خلينا احكي لكم شغله ثانيه بالنسبه للابيرنس. طب هاي صوره ثانيه بالنسبه للابيرنس او المظهر. اذا انتم ملاحظين اذا في عندكم جد او جده كبار بالعمر والاسنان تاعيتهم رايحه، اذا انتم بتلاحظوا بيكون الفم داخل لجوا. ليش؟ لانه الاسنان بطبيعتها الفانكشن تاعتها بتعمل سبورت للب، يعني بتسند الشفاه للخارج، فبيبطل في عندنا هذا الكولابس بنسميه الكولابس اوف ذا تيت، يعني الشكل انه الاسنان الشفتين ببطلوا داخلين لجوا. فهذا من الناحيه الجماليه للاسنان بتعطينا اياها. طيب الوظيفة الثالثة من وظائف الأسنان اللي هي السبيتش، اللي هي النطق، نطق الأحرف. كلياتنا بنعرف إنه لحتى أي صوت أو أي حرف يطلع لازم إنه يضرب اللسان في مكان محدد على الأسنان لحتى يطلع. فإذا ما في أسنان ما حيكون في نطق للأسنان للأصوات بطريقة صحيحة. الشغلة الرابعة فيها صراحة تفاصيل كثير كبيرة، اللي هي الجروث اوف ذا جوز. يعني كلياتنا بنعرف هذا في علم الأورال هيستولوجي أو علم تطور الأسنان، أثناء الديفلوبمنت أثناء تطور الإنسان في علاقة جدا وثيقة بين تكون الأسنان ونمو الفك. يعني إذا الأسنان بدها تتكون لازم في نفس اللحظة يكون في تطور برضه للفك. فأنتوا احفظوها يعني هو ممكن 4-5 محاضرات بتحكي عن هذا المصطلح، بس أنتوا احفظوها أنه لحتى الجو اللي هو الفكين ينمو بشكل كامل لازم الأسنان في نفس الوقت برضه تكون تنمو في نفس الوقت اللي بنمو فيه الفكين. طيب ننتقل للتوبكس اللي بعديه اللي هو بيحكي types of human teeth. احنا في عنا 4 انواع من الاسنان، تمام؟ من هنا يعني لنهايه تخرج طلاب طب الاسنان، ومن هنا برضه معلومات عامه لطلاب طب البشر ممكن تاخذوها، معلومات جدا مهمه لطلاب طب الاسنان او معلومات جدا مهمه بهاي المحاضره لحتى تفهموها. في عنا 4 انواع. النوع الاول اللي احنا بنسميه الانسايزر، النوع الثاني اللي احنا بنسميه الكيناين، النوع الثالث اللي احنا بنسميه البريمولر، النوع الرابع اللي احنا بنسميه المولر. طيب اختصاراتهم لما نحكي انسايزر خلاص بيكفي اول حرف من كل كلمه لحتى نجي نحكي. فلما نحكي اي معناتها انسايزر، لما نحكي كي 9 حرف سي كافي، لما نحكي بريمولر لما نحكي مولر برضه كافي، تمام؟ حكينا الانسايزر معناتها القواطع، الكي 9 معناتها الانياب، البريمولر معناتها الضواحك، المولر معناتها الطواحين، هذا باللغه العربيه الفصحى. طيب خليني اشرح لكم اياهم سنسن. احنا هنا حكينا قسمنا الاور جو واللور جو، قسمناهم الى نصين متساويات، هذا حكينا عنه رايت كوادرانت ماكسيلري او ابر. اول سن عندنا بنسميه سنترال. شو معنى سنترال؟ يعني حتى اي شيء بالاناتومي، اعتقد انتم اخذتوا انتم بدكش انتم اناتومي، اي شيء قريب من الميد لاين بده يكون ميديال او سنترال، تمام؟ اي شيء بعيد عنه بده يكون لاترال، هذا بنسميه سنترال انسايزر او السن المنتصف، تمام؟ في هذا السن بنسميه لاترال انسايزر، هذا السن بنسميه الكيناين هو ثالث سن، رابع سن بنسميه فيرست بريمولر، خامس سن بنسميه سكند بريمولر، سادس سن بنسميه فيرست مولر، سابع سن بنسميه سكند مولر، ثامن سن احنا بنسميه الثيرد مولر او طحونه العقل. طبعا هاي الاسنان اللي احنا قاعدين نحكي عنها بنحكي عنها عن اسنان دائمه، كل الاسنان موجوده. احنا قاعدين بنحكي 8 في كل كوادرانت، في كل ارتش في عندنا 16، في كل الفم في عندنا 32 سن. فاحنا قاعدين بنحكي عن الصوره العامه اللي هي موجود فيها كل الاسنان. نعيدهم: سنترال انسايزر، لاترال انسايزر، يعني في عندنا 2 انسايزر، كم في عندنا كي 9؟ في عندنا 1 كي 9 في كل كوادرانت، يعني عندنا 4 كي 9، كم في عندنا بريمولر؟ في كل كوادرانت في عندنا 2 بريمولر، فيرست بريمولر وسكند بريمولر. مين اللي بنسميه فيرست؟ اللي هو اقرب للميد لاين. مين اللي بنسميه سكند بريمولر؟ اللي هو ابعد عن الميد لاين، اول مولر، ثاني مولر، ثالث مولر، تمام؟ طيب احنا حكينا هاي عباره عن اسنان الدائمه. الاسنان الدائمه ايش بنسميها؟ سميناها البيرمننت تيث، تمام؟ الاسنان اللبنيه بنسميها
البرايمري تيث. البيرمننت تيث اللي بتكون بالشخص العاقل، الشخص اللي بدل كل اسنانه، هذا الفول ماوث تيث، تمام، كل الاسنان الموجودين في الفك. طب خلينا نحكي كيف تقسيمه الاسنان. في عندنا تقسيم ثاني للاسنان غير الاسماء اللي احنا سميناها. في اسنان بنقسمهم للانتيرير تيث، الاسنان الاماميه، والبوستيرير تيث اللي احنا بنسميهم الاسنان الخلفيه. هسه احنا قاعدين بنحكي اسنان اماميه واسنان خلفيه. طب الاسنان الاماميه ايش هم؟ بحكي لك الاسنان الاماميه هم الاثنين سنترال انسايزر واثنين لاترال انسايزر والاثنين الكينان. هذول ايش بنسميهم؟ هذول بنسميهم الاسنان الاماميه. يعني كم اول ست اسنان، ابر ولا ور؟ هون في سنترال انسايزر، هون لاترال انسايزر، هون في كينان. يعني من عند الكينان لعند الكينان هاي المنطقه كامله ايش بنسميها؟ هاي بنسميها الانتيرير. خلينا اجرب ارسم لكم اياها. طيب هاي المنطقه لهاي المنطقه، من الكينان للكينان، هاي بنسميها الانتيرير تيث. طيب البوستيرير تيث من وين بتبدا؟ البوستيرير تيث بتبدا من عند البري مولر لعند اخر مولر، تمام، اللي هي من منطقه البري مولر فيرست، سكند بري مولر، فيرست مولر، سكند مولر، والثيرد مولر. هاي احنا بنسميها الاسنان الاماميه، وهي احنا بنسميها الاسنان الخلفيه. هون احنا قاعدين بنحكي عن كم سن؟ يعني في عندنا ست اسنان اماميه في البيرمننت تيث، الاسنان الدائمه، وفي عندنا كم سن؟ في عندنا 2 بري مولر و3 مولر. يعني في عندنا في كل 10 اسنان في كل ارتش، تمام، في كل كوادرانت في عندنا 3 انتيرير وفي عندنا 5 بوستيرير تيث، تمام. طيب خلينا نحكي لموضوع ثاني اللي هو الدنتيشن. شو معنى دنتيشن؟ دنتيشن معناتها فك، تمام، او دنتيشن شيء له علاقه بالدنت او الاسنان، تمام. في عندنا تو تايب اوف دنتيشن. شو معنى دنتيشن؟ يعني احنا في عندنا برايمري دنتيشن، في عندنا بيرمننت دنتيشن. شو معنى برايمري دنتيشن؟ اللي هي الاسنان اللبنيه، بنسميها اسنان الحليب او الاسنان اللبنيه، او بنسميها ديسيديوس تيث، كلها اسماء لنفس الفك احنا بنسميها الاسنان اللبنيه. فالاسنان اللبنيه لحد العمر الست سنين، من اول ست اشهر في حياتنا ببلش ظهور الاسنان، تمام، لحد 6 سنين بيكون في عندنا احنا الاسنان اللبنيه، تمام. خلينا نقارن هذا الفك اللي هو الفك الموجود للاسنان اللبنيه والفك اللي احنا قرأناه قبل شوي اللي هو الاسنان الدائمه. الاسنان اللبنيه احنا حكينا ايش بيكون في عندهم الاسنان اللبنيه؟ بيكون في عندهم، ركزوا، بيكون في عندهم خلينا نكبر على الصوره، بيكون في عندهم سنترال انسايزر، بيكون في عندهم لاترال انسايزر، بيكون في عندهم كينان. هل انتم ملاحظين انه في فرق بينهم بين الاسنان الدائمه للاسنان الاماميه؟ لا، ما في فرق، لانه الاسنان الدائمه والاسنان اللبنيه في عندهم سنترال انسايزر ولاترال انسايزر، في عندهم كينان. طب ايش اللي بيختلف؟ بيختلفوا بالاسنان الخلفيه اللي احنا بنلاحظ هناك كان في عندنا في كل ارش كان في عندنا 5 اسنان خلفيه، هنا بس في 2، في عندهم فيرست مولر وفي عندهم سكند مولر. اللي بنلاحظ ما في عندهم السن اللي احنا بنسميه البري مولر، ما في عندهم سن البري مولر فيرست وسكند، ما في عندهم، ولا في عندهم الثيرد مولر اللي هي طحونه العقل. فلما نيجي نحكي الاسنان اللبنيه اللي هي اللي بنسميها البرايمري تيث، كم عندهم سن في كل في كل كوادرانت؟ في كل كوادرانت في عندهم 5 اسنان في كل ارتش. الارتش اللي هو القوس، هذا بنسميه القوس، القوس اللي هو يا ماكسيلا يا ماندبل. في كل ارتش 5 × 2 = 10. طب في كل الاسنان كم عندهم سن؟ في عندهم سن. طيب نرجع للاسنان الدائمه. طيب الاسنان الدائمه كان في عندهم سن في كل كوادرانت 8، كان في عندهم سن في كل ارتش، في كل ارتش في عندنا 8 × 2 = 16. كان في عندنا سن في كل الفك، كان عندهم 32 سن، تمام. معلومه هون بحكينا انه طحونه الثال اللي هي ثيرد مولر، اخر طحونه في البيرمننت تيث، بنسميها الويزدم تيث. ويزدم معناتها الحكمه او طحونه العقل، لانه الانسان بيستطلع على طحونه العقل يفترض يكون شخص عاقل، فمن هون جاء الاسم لهي الطحونه، وهي اخر سن بيطلع بالاسنان الدائمه، تمام. طيب يا جماعه هسه في المحاضره يعني في فقره لطيفه جدا جدا، ويمكن الطلاب تخربط فيها رغم سهولتها، فانا خليني احكي لكم اياها على شكل قصه. طيب احنا حكينا وهي معلومه بالامتحان ودائما بتيجي بالامتحان، انه بدايه ظهور الاسنان، يعني احنا بننولد ما بيكون في عندنا بالفك العلوي او السفلي ما بيكون في عندنا ولا اي سن، صح ولا لا؟ ما بيكون في عندنا ولا اي سن. اول سن بيظهر عندنا من الاسنان اللبنيه، اول سن بيظهر من الاسنان اللبنيه اللي هم اللي مسميهم البرايمري دنتيشن او البرايمري تيث، اللي هو اللور سنترال انسايزر، وهذا موضع امتحان دائما، موضع سؤال في الامتحان. اول سن بيطلع بالاسنان اللبنيه اللي احنا بنسميه لور سنترال انسايزر، تمام. على اي عمر بيطلع؟ على عمر السته اشهر. على الست اشهر بيطلع عندنا اول سن من اسنان البرايمري. طيب هذا الاسنان اللبنيه متى بيخلصوا كلياتهم؟ لما يصير عمرنا سنتين كل الاسنان اللبنيه بيكونوا طالعين، فاول سن بيطلع على السته اشهر. كل الاسنان اللبنيه متى بيخلصوا؟ بيخلصوا على عمر السنتين كلياتهم بيكونوا طالعين، تمام؟ تمام. طيب ايش اللي بده يصير بعديها؟ طيب متى اول سن دائم بيطلع؟ اول سن دائم بيطلع على عمر الست سنوات. طيب
طب حكينا شغلة، الأسنان اللبنية حكينا بيطلعوا على عمر الستة أشهر، متى كلياتهم بيطلعوا؟ بيطلعوا على عمر السنتين كلهم بيكونوا طالعين. طب لمتى بضلهم بالفك؟ بضلهم بالفك لعمر ال 12 سنة. طب أنتم ملاحظين في شغلة، إذا أول سن دائم بيطلع على الست سنوات، وآخر سن لبني بينقام من الفك وهو عمر 12 سنة. يعني في مرحلة بنسميها الميكس دينتيشن، أو اللي هي بتكون الفك فيه خليط من الأسنان الدائمة وخليط من الأسنان اللبنية، اللي احنا بنسميها الميكس دينتيشن، بيكون في عنا خليط من الأسنان الدائمة وخليط من الأسنان اللبنية في نفس الفترة الزمنية اللي هي من عمر 6 ل 12 سنة. برضو هذا موضع للامتحان، الميكس دينتيشن أي سنة بيكون؟ من الست سنوات لعمر ال 12 سنة. في فترة الست سنوات بتبلش الأسنان اللبنية تروح وبتبلش الأسنان الدائمة تطلع، فعشان هيك الفك بيكون فيه أسنان دائمة اللي هي تحت لساتها بدها تطلع، وبكون في عنده أسنان لبنية موجودة بالفك، تمام؟ طيب متى أول سن دائم بيطلع؟ حكينا اللي هو الفيرست مولر، أول فيرست بيرمننت مولر، أول سن بيطلع اللي هو أول مولر، تمام؟ بيطلع على عمر الستة سنوات. حكينا متى آخر سن لبني بيطلع؟ على عمر متى آخر سن لبني بيخلص بيطلع من الفك؟ على عمر ال 12 سنة. فإحنا في عنا فترة بنسميها الميكس دينتيشن اللي هي من 6 ل 12 سنة، بدها تكون الأسنان الفك بده يكون فيه أسنان لبنية وأسنان دائمة، تمام؟ طيب هنا حكينا فترة الست سنوات، فترة الست سنوات هنا بده يبلش في عنا ظهور لأول سن دائم اللي هو باللون الأزرق اللي هو فيرست مولر. إذا أنتم ملاحظين هاي اللي هي الأسنان الدائمة، هنا في عنا الأسنان اللبنية. إذا أنتم ملاحظين الأسنان الدائمة بتكون موجودة بين جذور الأسنان اللبنية، بتكون السن الدائم بوكل بجذور الأسنان اللبنية وبيعمل لها تآكل، وبيجي السن اللبني بيطلع من مكانه وبيطلع مكانه السن الدائم. ففترة هاي صورة أشعة إكس راي بتوضح لنا كيف الفترة لما يكون في عمرنا ست سنوات بيكون في عنا ميكس دينتيشن، في عنا أسنان دائمة وأسنان لبنية. وين الأسنان الدائمة اللي هي تحت، وين الأسنان اللبنية اللي هي فوق؟ حكينا على ال 12 سنة كل الأسنان اللبنية بيكونوا راحوا، وبيكون في عنا الأسنان الدائمة كلهم طلعوا إلا سن واحد اللي هو بالطاحونة العقل. متى بيطلع طاحونة العقل؟ على عمر ال 18 سنة. طيب الموضوع الثاني من مواضيع المحاضرة، موضوع للأمانة إذا انشرح على الطريقة اللي هي موجودة في التفريغ ما حتفهم. فأنا شو سويت؟ عملت ملخصات في طريقتي على ورق خارجي، حشرح عليه إن شاء الله المحاضرة وحنزلكم إياه إن شاء الله مع البوست، بتقدر أنتوا تعتمدوهم للدراسة. ولما نحضر إن شاء الله هسه الشرح وتشوفوا الملخصات وترجعوا على التفريغ، هذا الموضوع يمكن أكثر موضوع معقد في المحاضرة، بحاجة منكم لتركيز، وإن شاء الله أنه سهل. يعني هو المحاضرة إجمالاً كلياتها 14 صفحة وجدا سهلة، بس هذا الموضوع أكثر موضوع بده تركيز لأنه بدكم تفهموا بالضبط كيف إحنا بنسمي الأسماء، بنسمي الأسنان. طب tooth identification system، طيب شو يعني tooth identification system؟ يعني هل أنا، يعني أنتوا لاحظوا هاي الصورة مثلاً، لما أنا بدي أسمي هذا السن راح، هل من المعقل من المنطق أقعد أحكي upper first premolar أو upper first second premolar؟ الاسم كثير طويل. فاخترعوا هاي الأنظمة أو وجدوا هاي الأنظمة لحتى أطباء الأسنان لما بدهم يعلموا على سن معين أو لما بدهم يوصفوا سن معين أو لما بدي أحكي عن السكند بريمولر أو السكند مولر الموجود في الأبر أو اللور، أعرف أعبر عنه يا إما برمز يا إما برقم معين يا إما بإشي معين. خلاص الأطباء لما يشوفوا هذا الرقم خلاص بيعرفوا شو المقصود بالسن. فعشان هيك وجدوا هاي الأنظمة. في عنا ثلاثة أنظمة للتسمية. النظام الأول نسميه نظام بالمر على اسم العالم اللي هو عمله. النظام الثاني اللي بنسميه الـ FDI system، تمام؟ النظام الثالث اللي احنا بنسميه الـ Universal. خلينا نروح على الورق الخارجي. طيب نظام بالمر، نظام بالمر مبني على شغلتين. الشغل الأول إنه لما بدي أحكي عن سن معين، أول إشي بدي أحدد الربع. مش حكينا احنا بنقسم الفكين إلى أربعة أرباع اللي هو ماكزيلري رايت، ماكزيلري ليفت، لور رايت ولور ليفت. بنحدد أول إشي الربع. يعني إذا أنا بدي أحكي عن سن موجود في الأبر، بدي أول إشي أحدد الكوادرانت أو الربع اللي هو موجود فيه السن، وبعدها بحدد السن، تمام؟ كيف اختصر لنا بالمر هذا النظام تاعه؟ نظامه جدا سهل، بحكي لنا إذا أنت بتحكي عن سن موجود في الماكزيلري
ارتش يعني موجود في الماكسيلري رايت، حكينا احنا بنرسمه بهذا الشكل. من وين اجى هذا الشكل؟ خلينا اورجيكم الصوره نرجع لها. مش احنا يا جماعه صرنا نحكي انه في خط وهمي بنقسم فيه احنا الاسنان؟ هذا الخط اللي هو الخط العمودي بيقسم الفك بالمنتصف بين تو سنترال انسايزر، وفي عندنا الخط الافقي. فهو شو بيحكي نظام بالمر؟ بيحكي اذا انت بدك تحكي عن الماكسيلري هنا رايت يعني اليمين، تمام، يمين المريض، حكينا يسارك يمين المريض، هنا في عندنا الليفت. اذا انت بدك تحدد سن مثلا موجود في هذا الربع، ايش بنرسمه؟ بنرسمه بخط عمودي وبخط افقي. فبدك تحدد الربع بالاول، كيف بنحدد الربع؟ بالخط العمودي وبالخط الافقي. مش حكينا احنا في خطين وهميات بنقسم فيهم الاسنان؟ طب اذا انا بدي ارسم، خلينا نرجع للتفريق للوراق، تمام، عرفتوا من وين احنا جبنا هذول الخطوط، تمام. فاذا انا بدي احكي عن ربع اللي هو الابر، موجود في الابر ارتش او في الفك العلوي الرايت، كيف برسمه؟ برسمه بخط هيك وبخط هيك، خط العمودي والخط الافقي. اذا انا بحكي عن الماكسيلري ليفت برسمه بهذه الطريقه، خط عمودي وخط افقي. اذا انا بحكي في سن موجود، بدي احدد سن موجود في المانديبل الرايت، برسمه بهاي الخط العمودي والخط الافقي. اذا انا بحكي في سن موجود في المانديبل الموجود في الليفت، فانا برسمه بهاي الطريقه، تمام. عرفنا من وين جاب الخطوط. طب ايش انا بدي احدد داخل هذا الربع؟ احنا حكينا بنظام بالمر بدي احدد الربع الموجود فيه السن، وبدي احدد السن الموجود. طب احنا حكينا في عندنا تو تايب اوف دنتيشن، في عندنا الاسنان الدائمه وفي عندنا الاسنان اللبنيه. ايش بدي احط؟ اذا انا بحكي بالمر شو بحكي؟ اذا انت بتحكي عن فك اسنان دائمه، بدك تحط رقم من 1 لـ 8. على اي اساس؟ خلينا نرجع للصوره، او قبل الصوره نعيد. احنا حكينا انه نظام بالمر بدنا نحدد فيه الربع، حكينا كيف بنحدد الربع، بخط عمودي وخط افقي. هاي وصلت. ايش بدنا نحط داخل الربع؟ يا بدنا نحط يا رقم يا بدنا نحط حرف، تمام. كيف يعني حرف؟ متى بحط حرف ومتى بحط رقم؟ بحط حرف بناء اذا نوع السن اللي هو موجود. اذا السن دائم بدي احط رقم، اذا السن لبني بدي احط حرف. كيف يعني؟ خلينا نرجع هنا. بالمر شو بيحكي؟ هذا سن، حكينا هذا بيرمننت دنتيشن، يعني فك دائم، تمام، او اسنان دائمه. بحكينا حدد الربع، فلنفترض انه احنا بدنا نحدد هذا السن اللي هو الفيرست مولر. شو بيحكي لنا بالمر؟ بالمر بيحكي بتحدد اول شيء الربع، حكينا بنعمل زي هيك، تمام، وبدنا نحط جواته رقم ولا حرف؟ بدنا نحط رقم. قسم، احنا حكينا في كل كوادرانت كم بيكون في عندنا سن؟ بيكون في عندنا 8 اسنان، فهو اعطى كل سن رقم. من وين بنبلش؟ بنبلش من السنترال انسايزر بنعطيه رقم 1، لاترال انسايزر بنعطيه رقم 2، الكيناين بنعطيه رقم 3، الفيرست بريمولر بنعطيه رقم 4، السكند بريمولر بنعطيه رقم 5، الفيرست مولر اللي احنا بدنا اياه بنحط رقم 6. فاحنا هون شو بنحط؟ بنحط رقم 6 على نظام بالمر. هون حددنا الربع ولا ما حددنا؟ نعم حددنا. هذا وين موجود؟ هذا موجود بالماكسيلري رايت. ليش؟ لانه مرسوم بخط عمودي وخط افقي. طب ايش الرقم؟ 6. 6 يعني بيرمننت ولا برايمري؟ لا، بيرمننت. ليش؟ لانه رقم، الرقم بدل على اسنان دائمه. رقم 6 ايش هو؟ بنعد من السنترال انسايزر 1 2 3 4 5 6. فانت هيك بتكون عرفت انه هذا هو عباره عن سن دائم موجود في الماكسيلري رايت، هو عباره عن فيرست مولر. طب لو بدنا نحدد مثلا هذا السن اللي هو الفيرست بري مولر موجود في الليفت، بنرسم خط زي هيك. هيك حددنا احنا الربع. طب الفيرست بنبلش 1 2 3 4، فيرست بري مولر بنحط هنا 4، تمام. نرجع للورق. فهنا حددنا الربع في نظام بالمر، حددنا السن. السن اذا هل هو موجود في البيرمننت، هل هو سن دائم ولا سن لبني؟ اذا سن دائم حكينا من السنترال انسايزر، السنترال انسايزر بعطيه رقم 1، لاترال انسايزر رقم 2، الكيناين بعطيه 3، البري مولر لحد ما نوصل الثيرد مولر بنعطيه رقم 8، تمام. طب اذا احنا بنحكي عن سن، اذا احنا قاعدين بنحكي عن سن لبني، بدي اعطيه احرف من A to E. يعني السنترال انسايزر بدي اعطيه رقم A، حرف A، اللاتر انسايزر بدي اعطيه B، الكينان بدي اعطيه C، الD هو عباره عن فيرست مولر لانه احنا هنا ما في بري مولر موجودين في البرايمري دنتيشن، والسكند مولر بدي اعطيه حرف E، تمام. طيب خلينا نحل مثال على
على نظام بالمر للبرايمري تيث. احنا حكينا بدنا نحدد هذا السن، هذا السن اللي هو عبارة عن فيرست مولر الموجود في اللور. حكينا بدنا نحدد الربع، كيف بنحدد الربع؟ اول اشي بخط هيك، خط عمودي وخط افقي، بنحط حرف ولا رقم؟ بنحط حرف. ايش الحرف اللي بنحطه؟ ابتداء من سنتر الانسايزر شو بنحطه؟ هذا A، هذا B، هذا C، هذا D. بنحط هيك نعرف انه هذا عبارة عن الدي اللي هو فيرست مولر اللي موجود في اللور. هيك نظام بالمر بيكون خلص. طيب ننتقل للنظام الثاني اللي احنا بنسميه الاف دي اي. طبعا احنا حكينا ببالمر بيكون في عنا شكلين، الشكل الاول بدنا نحدد فيه الربع، بنرسم خط عمودي وخط افقي، وبعديها بنحط داخل هذا الربع يا رقم يا حرف حسب اذا بيرمننت تيث ولا برايمري تيث. نظام الاف دي اي برضه بدنا نحدد ربع وبرضه بدنا نحدد سن، بس كيف بنحدد الربع؟ مش بخط عمودي وخط افقي، بنختار ارقام. نظام الاف دي اي بدنا نكون كثير بنفرق بين السن الدائم والسن اللبن. اذا احنا قاعدين بدنا نحدد الربع، بنحدد الربع نظام الاف دي اي بتكون من رقمين، الرقم الاول اللي هو على الشمال بيكون برمز للربع، والرقم الثاني بيكون برمز لرقم السن الموجود داخل هذا الربع. كيف يعني؟ اذا انا بدي احدد سن موجود في سن دائم موجود في الماكسيلري رايت، يعني موجود في الابر رايت، بعطيه رقم واحد. اذا انا بدي احدد سن موجود بالماكسيلري ليفت بعطيه رقم 2، اذا انا موجود في المانديبل ليفت بعطيه رقم 3، واذا انا بدي احدد سن موجود في المانديبل رايت بعطيه رقم 4. من وين اجت هاي الارقام؟ خليني اعطيكم الصوره على نفس هاي الصوره يا جماعه. اللي صار انه احنا حكينا بدي احدد الربع، اذا انا بحكي عن اسنان دائمه بدي اعطي الماكسيلري رايت بدي اعطيه رقم 1، هون بدي اعطيه رقم 2، هون بدي اعطيه رقم 3، هون بدي اعطيه رقم 4. على اي اساس قسموا؟ حكوا دائما بنبلش الترقيم من عند الماكسيلري رايت، مع عقارب الساعه بزيد. اذا انا بدي احكي رقم عن سن موجود في الماكسيلري رايت حاعطيه رقم 1، اذا انا بحكي عن رقم عن سن موجود في الماكسيلري ليفت حاعطيه رقم 2، مع عقارب الساعه هنا اذا بحكي عن مانديبولر ليفت بعطيه رقم 3، اذا انا بحكي عن مانديبولر رايت حاعطيه رقم 4. تمام، هذا اذا احنا قاعدين بنحكي عن الاسنان الدائمه. فحكينا انه الاف دي اي سيستم بحكي اذا بدي احكي عن سن بدي اعبر عنه برقمين، الرقم اللي على اليسار بيكون بحكي عن الربع الموجود. فاذا انا مثلا اجيت اعطيتكم هذا الرقم 24، تمام، الرقم 2 ايش يعني؟ حكينا رقم 2 معناته انه هذا السن موجود في الربع. احنا حكينا اول رقم موجود على اليسار برمز للربع الموجود فيه. فممكن تحكي لكم مثلا في عندي سن اسمه 36، 36 ثلاثة، هون بده يكون ثلاثة، الثلاثة موجود في أي ربع؟ ممكن تيجي تسألكم الدكتورة، الثلاثة بتيجي بتطلع إنه الثلاثة وين موجود؟ هذا موجود في المانديبولر ليفت. تمام؟ حكينا إذا بنحكي إحنا عن أسنان دائمة بدنا نرقمهم من 1 2 3 4، هون ماكسيلري رايت، هون ماكسيلري ليفت، هون مانديبولر ليفت، هون مانديبولر رايت. إذا أنا بحكي عن سن إحنا قاعدين نحكي في تحديد الربع، التحديد الربع اللي هو أول رقم على اليسار. إذا أنا بنحكي عن أسنان لبنية نفس الإشي، الماكسيلري رايت للأسنان اللبنية شو بعطيه؟ إحنا قاعدين بنحكي كربع، بعطيه رقم 5. فإذا إحنا بنحكي عن الأسنان اللبنية من وين ببلش ترقيمها؟ رقم 5. هل ممكن ألاقي سن لبني رقمه على اليسار أقل من 5؟ لا. ليش؟ لأن الربع في السن اللبني ببلش من رقم 5. فأنا بدي أوصف سن موجود في الماكسيلري رايت للأسنان اللبنية بعطيه رقم 5 على اليسار. إذا ماكسيلري ليفت حكينا مع عقارب الساعة، الماكسيلري ليفت حعطيه رقم 6، مانديبولر ليفت حعطيه رقم 7، مانديبولر رايت حعطيه رقم 8. هيك احنا بنكون حددنا الربع. طب كيف بدنا نحدد السن؟ تحديد السن سهل، نفس طريقة السن اللي كنا نحدد فيها بالبالمر للبيرمنان. بنبلش من السنترال انسايزر بنعطيه رقم من 1 ل 8، تمام؟ السنترال انسايزر بعطيه رقم 1، اللاترال 2، الكناين بعطيه 3، والبريمولر بعطيه 4، والسكند بريمولر بعطيه 5، والفيرست مولر بعطيه 6، والسكند مولر 7، والثيرد مولر بعطيه 8. بس ايش الاختلاف بين بالمر والاف دي اي؟ انه غاد لما كنا نحدد السن كنا نعطيه A B C D، هون لا، بنصير نحدد رقم السن من خلال انه بنعطيه رقم. بس كيف بنميز بيناتهم؟ من خلال تمييز الربع اللي هو موجود فيه. يلا خلينا نعيد النظامين لانهم شوي بخربطوا بينهم وبين بعض. حكينا
في كل نظام من أنظمة التسمية لحتى نسهل على حالنا، إحنا بنكون بحاجة لتحديد شغلتين، الشغلة الأولى اللي إحنا بنسميها تحديد الربع، والشغلة الثانية تحديد السن داخل الربع. نظام بالمر بيعتمد على شغلتين، تحديد الربع بيكون من خلال رسم خط عمودي وخط أفقي. حكينا كيف بنقسم، هذا نعتبر أنه في خط وهمي موجود هيك وموجود هيك، إحنا بنقسم الخط إذا السن موجود في المكزيلاري رايت يعني موجود في الفك العلوي على يمين المريض نعطيه خط عمودي هيك وخط أفقي هيك، إذا مكزيلاري ليفت برضو نفس الإشي نعطيه بخط عمودي وخط أفقي. طب إيش بده يكون داخل هذا الربع اللي احنا بنحكي فيه؟ بده يكون في سن. هسه هنا في تفصيلات، اذا احنا بنحكي عن سن دائم فبدنا نعطيه داخل هذا الفك داخل هذا الربع بدنا نعطيه رقم، ما بدنا نعطيه حرف بدنا نعطيه رقم. اذا هو سن دائم نعطيه رقم من 1 ل 8، بنبدا عد من السنترال انسايزر لعند الثيرد مولر نعطيه رقم من 1 ل 8. اذا احنا بنحكي عن برايمري تيث او سن لبني بدنا نعطيه حرف من A to E، تمام؟ A بنعطيه للسنترال انسايزر، B بنعطيه لللاترال انسايزر، وC للكينان، والD للفيرست مولر، والE للسكند مولر. حكينا ما في عندهم بري مولر في نظام بالمر. النظام الثاني نظام الاف دي اي. نظام الاف دي اي برضه بدنا نحدد ربع اللي هو موجود فيه السن، الكوادرنت الموجود فيه السن، برضه بدنا نحدد السن بالضبط وين موجود في هذا الربع. كيف بنحدد الربع؟ حكينا في عنا رقمين، الرقم الأول بده يكون يرمز للسن الموجود، والرقم الثاني بده يرمز للربع. الربع حكينا إذا إحنا بنحكي عن سن دائم بدي أعطيهم أرقام من 1 لـ 4 حسب، إحنا بنمشي مع عقارب الساعة، بنبلش بالمكزيلاري رايت وبننتهي بالمانديبولار رايت، تمام؟ إذا بنحكي إحنا بدنا نحدد ربع، إذا إحنا بنحكي عن سن لبني برضو بدي أعطيه رقم من 5 6 7 8. فالأسنان الدائمة بتبلش من 1 لـ 4، تمام؟ أول رقم. الأسنان اللبنية بدها تكون تبلش من 5، فما في سن لبني ببلش من 4. يعني حديد، هذا دائما بالسنة الماضية أجل سؤال بالامتحان أعتقد، هل الرقم 4-1 أو 4-2 هو سن لبني ولا سن دائم؟ بتيجي بتطلع على أول رقم، بتيجي بتطلع عليه بتلاقيه 4 4، فمعناته إحنا قاعدين بنحكي عن سن دائم، معناته هذا مش سن لبني، فالجواب فولس، تمام؟ حددنا الربع، حددنا الربع، حكينا بنحدد الربع يا اما رقم يا اما من خلال رقم اللي هو موجود على اليسار، اذا بيرمننت بنكون 1 لـ 4، اذا برايمري بده يكون من 5 لـ 8. طب كيف بدنا نحدد السن اللي موجود في هاي الربع؟ حكينا اذا بنعطي كل سن رقم ابتداء من السنترال انسايزر لحد اخر مولر، تمام؟ طيب النظام الثالث من انظمه التسميه، لما هو مش كثير مشهور في الأردن، مستخدموه في أمريكا أو في الدول اللي برا الأردن يعني. طيب هذا اختصر شو صار يحكي هذا النظام؟ هذا النظام بيحكي إنه أنا بدل ما أعطي لكل سن رمزين، خلاص بعطي لكل سن رمز واحد يعبر عنه. فأنا لما بدي أجي أحكي إنه رقم واحد، خلاص أنا بكون عارف إنه هذا السن قصدي عنه. قسموهم لقسمين، إذا أنا بحكي عن برايمري دنتيشن او اذا انا بحكي عن بيرمننت. اذا احنا بنحكي عن بيرمننت حكينا بده يكون في عندنا 32 سن، من وين بدي ابلش عد؟ زمان في بالمر والاف دي اي كنا نبلش من عند السنترال انسايزر نعطيه رقم واحد ونرجع لورا هيك، هون 1 2 3 4 لحد ما نوصل 8. هون النظام مختلف، من وين ببلش؟ جدا مهم جدا نعرف من وين ببلش. ببلش نظام اليونيفرسال في الأسنان الدائمة من عند الثيرد مولر، طاحونة العقل، بعطيها رقم واحد. أي طاحونة عقل؟ وفي عنا 4 طواحين عقل اللي هي رقم 1 و32 و17 و16، ببلش من طاحونة العقل الأولى الموجودة في الماكزيلاري رايت اللي احنا حكينا عنها الأبر رايت، حكينا دائما بنبلش عد من عند الأبر رايت. فأعطى طاحونة العقل رقم واحد مع عقارب الساعة، تمام؟ نمشي ماكزيلاري رايت ماكزيلاري ليفت لور ليفت، بعدها مانديبولار رايت، اخر شيء طاحونه العقل موجوده في المانديبل اللي هي في الفك السفلي بعطيها رقم 32، تمام؟ طب بالنسبه للبرايمري تيث الاسنان اللبنيه نفس الشيء، حكينا بنبلش من عند اخر طاحونه. هل في عندهم ثيرد مولر الاطفال؟ لا، في عندهم سكند مولر. سكند مولر الموجوده في الماكزيلا هي اول سن ببلش عنده نظام اليونيفرسال، اخر سن اللي هو السكند مولر الموجوده في المانديبل رايت. هذا النظام الأسئلة غالبا دائما بيجي على هذا النظام، بحكي لكم إيش أول سن ببلش عنده وإيش آخر سن ببلش عنده. إيش بالسن الدائم؟ أول سن اللي هو الماكزيلاري ثيرد مولر اللي هي الرايت، وآخر سن اللي هي مانديبولار رايت برضو ثيرد مولر.
ايش اول سن ببلش عنده؟ سكند مولر الموجوده في الماكسيلري رايت، واخر سن بينتهي عنده سكند مولر الموجوده في اللور رايت. حكينا بنبلش هون من الـ A، بعطيها رقم A B C D E F G لحد ما نوصل لحد T، تمام؟ طبعا هاي صورة تختصر ثلاثة أنظمة من التسمية. هون نظام اليونيفرسال للأسنان الدائم، هاي إن شاء الله حنزل لكم إياها مع الملف الموجود لحتى هيك تراجعوا كل الأنظمة وتتمكنوا منها. هذا للبرايمري دينتيشن، هون النظام اليونيفرسال، هون النظام اللي هي النظام بالمار، وهون نظام الاف دي اي لحتى تتمكنوا انتم. اذا انتم ملاحظين نظام الاف دي اي ببلش من رقم 5. طيب ننتقل لموضوع ثاني من موضوع المحاضره، ونبلش هسه التشريح الفعلي للاسنان. يعني خلينا اورجيكم صوره تختصر عليكم هاي الصفحه كامله ان شاء الله. او قبل ما نحكي عن اورجيكم الصوره بدنا نحكي شو الفرق بين الماكرو اند المايكرو. ماكرو يعني شيء كبير، مايكرو معناتها شيء صغير. نقسم السن بشكل اساسي، يعني لما بدنا نقسم السن على اساس الماكرو الشغلات الكبيره بنقسمه لكراون اللي هو التاج، النك اللي هي العنق او السيرفكس بنسميها في بعض الاحيان، او الروت اللي هي بنسميها الجذع. المايكرو اللي هي تقسيمات السن اللي بتكون اصغر من الكراون، تمام؟ طيب نحن حكينا انه السن بنقسمه لتاج او كراون، والنك اللي هو بتكون المنطقة اللي بتفصل بين جذر السن وتاج السن اللي بنسميها الروت، تمام؟ اللي بنسميها النك، هذا هو الروت. طيب احنا حكينا انه في منطقة الكراون بنقسم السن لثلاث طبقات. شو هم الثلاث طبقات؟ طبقة الإنامل او اللي احنا بنسميها المينا، طبقة ثانية احنا بنسميها الدنتين او العاج، الطبقة الثالثة اللي احنا بنسميها البلب او عصب السن، تمام؟ اذا انتم ملاحظين البلب بنزل لتحت على الروت وبيعمل اشي بنسميه الروت كانال او قناة الجذر، بنزل بيطلع 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 من فتحة بنسميها الابيكال فورامن. فورامن معناتها فتحة، تمام؟ فالابيكال فورامن، ابيكال معناتها ابيكس نسبة للابيكس اللي هي القمة، فقمة الجذر تحت فيها فورامن فتحة بنسميها الابيكال فورامن، بيطلع منها النيرف او البلد فيسلز. يعني السن هو نسيج، يعني مش بالنهايه هو عباره عن زي صبه او شيء، هو بالنهايه عن نسيج موجود في جسم الانسان. بده يكون في نيرفز اعصاب تغذيه، وبده يكون في بلد فيسلز يعني شرايين واورده توصل لهذا السن وتغذيه وبترد ترجع. فبدخل النيرفز من الابيكال فورامن، بيطلع من خلال البلب كانال، بيطلع لعند البلب وبغذي السن. اذا انتم ملاحظين برضه البلب، يعني البلب مشترك بين الكراون وبين الروت، تمام؟ وبرضه الدنتين مشترك بين الكراون وبرضه مشترك بين الروت. طب ايش المختلف؟ بحكي لك انه الطبقه الخارجيه للكراون اللي هي بنسميها المينا، تمام؟ اللي بنسميها المينا، وهي اقصى طبقه موجوده في جسم الانسان، صلبه جدا. طب الطبقه المعدنيه اللي بتغلف الروت من الخارج شو بنسميها؟ بنسميها السمنتوم. طيب خلينا نحكي عن السكت وعن الكريبت. طبعا كلنا بنعرف انه الاسنان بتكون موجوده بالفكين. طب كيف بتكون موجوده بالفكين؟ بتكون موجوده بالفكين من خلال سكت. سكت معناتها جيب ترجمتها بالعربي. هون بيكون في عظمه بنسميهم الالفيولار بون، هون بنسميهم الالفيولار بون، بتكون السن موجود في هذا الجيب. اذا السن كان طالع موجود في مكانه الصحيح وين بيكون موجود؟ بيكون موجود في السكت. طب اذا السن عباره عن سن دائم وبده يطلع بيكون موجود في تجويف من العظم بنسميه الكريبت، تمام؟ فالكريبت هو عبارة عن التجويف العظمي اللي بيكون محاط بالسن اللي بده يطلع لسه، تمام؟ اللي بسموه unerupted teeth، تمام؟ إذا السن موجود في مكانه الصحيح، موجود على الأورال كافيتي وطالع ومرتبط في المكان الصحيح، بيكون موجود في السكت. طيب هون رجعت للصورة لحتى ساعدنا على فهم الفقرة الجاي. احنا حكينا انه الكراون اللي هو التاج بيكون موجود في المنطقة الخارجية اللي احنا بنشوفها. احنا ايش بنشوف لما نفتح كل واحد هنا يفتح التم وايش بيلاقي؟ بيلاقي الجزء الظاهر من السن. ايش بنسميه؟ بنسميه الكراون او تاج السن. الروت وجذر السن وكل هاي التفاصيل بتكون موجودة تحت اللثة، هاي بنسميها الجنجيفا. الجنجيفا اختصار للثة، بتكون موجودة تحت الجنجيفا. فالجنجيفا هي النك، خصوصا منطقة النك بتكون موجودة على الجنجيفا، هي المنطقة اللي بتفصل الروت عن الكراون، تمام؟ فالإشي احنا بنشوفه بالأورال كافيتي هو عبارة عن الكراون. طيب هنا في عنا مصطلحين بنوصف فيهم الكراون أو اللي هو التاج، تمام؟ في مصطلح بنسميه أناتوميكال كراون، في مصطلح بنسميه كلينيكال كراون. شو معنى أناتوميكال كراون؟ أناتوميكال كراون هو الجزء من السن المغطى في الإنامل. طيب شو معنى الكلينيكال كراون؟ اسمه كلينيكال يعني
سريري، تمام؟ كلينيكال كراون هو الجزء من السن اللي انا بشوفه فوق القم، القم اللي هي اللثه، تمام؟ فخلينا نطلع مثلا على هذا السن، خلينا ارسم لكم اياهم لحتى تميزوا بيناتهم بالضبط. طيب هذا الجزء من السن المغطى في الانامل ايش بسميه؟ بسميه اناتوميكال كراون، تمام؟ هنا هذا السن وهذا السن، يعني بدي اياكم تفهموا شغله، اناتوميكال كراون والكلينيكال كراون مش انه بس اشوف السن خلص حعرف انه هذا اناتوميكال كراون وهذا كلينيكال كراون، هو حسب الحاله السريريه الموجوده. خلينا نطلع هذا السن، هذا السن انتم ملاحظين انه هنا في عندنا جنجيفال ريسيشن، يعني في عندنا انخفاض في مستوى اللثه، فبين زي كانه الكراون اكبر، تمام؟ فهذا ايش بنسميه؟ كلينيكال كراون. ليش؟ كلينيكال كراون هو السن، الجزء من السن مش المغطى بالإنامل، الجزء من السن اللي فوق اللثة، هاي هي خط اللثة. فإذا احنا بنلاحظ على هذا السن الخط من هون لهون، هذا هو السن الحقيقي اللي بنسميه اناتوميكال كراون، والمنطقة اللي هسه حرسمها باللون الأزرق هاي هي بنسميها الكلينيكال كراون. ليش كلينيكال كراون؟ لأنها هي المنطقة اللي طالعة فوق اللثة، المنطقة اللي طالعة فوق اللثة بسميها كلينيكال كراون، والمنطقة من السن اللي مغطى في الإنامل بنسميها اناتوميكال كراون، المنطقة اللي فوق خط اللثة بنسميها كلينيكال كراون. طيب سؤال، هذا السن الكلينيكال كراون والاناتوميكال كراون هم نفس بعض، لأنه الجزء من السن المغطى في الإنامل نفس الجزء اللي موجود فوق اللثة، فالاناتوميكال كراون تساوي الكلينيكال كراون. في هاي الحالة لا، في اختلاف، الكلينيكال كراون الجزء اللي فوق اللثة اللي هو باللون الأزرق، والاناتوميكال كراون هو الجزء من اللثة، الجزء من السن اللي لون اللي مغطى في الإنامل اللي هو باللون الأخضر، تمام؟ طيب هنا جزء ثاني من تقسيمات الاناتومي، بنقسم السن بناء على عدد الروت. في أسنان عندنا سنجل روت، يعني إلها جذر واحد، وفي عندنا أسنان إلها أكثر من روت بنسميها مالتي روتد. طب الأسنان الأمامية كلياتها إلها روت واحد، والأسنان الخلفية إحنا حكينا لأنه حجمها أكبر وبتتحمل قوة أكثر، فبتكون بحاجة لسبورتد دعم أكثر، فبكون في إلها أكثر من روت، تمام؟ فمعلومة جدا مهمة، مين هي الأسنان اللي إلها أكثر من روت؟ اللي هي البوستيرير تيث. يعني ممكن تيجي تحكي لكم السكند مولر إله روت واحد ولا أكثر من روت؟ المولر هو بوستيرير تيث فبده يكون له أكثر من روت، تمام؟ طيب هون هنحكي عن تقسيمات عصب السن. احنا حكينا عصب السن موجود في الكراون وموجود في الروت، الجزء من البلب الموجود في الكراون ايش بنسميه؟ بنسميه الكورونال بارت، تمام؟ في له هون بنسميه البلب هورن. شو معنى هورن؟ هورن معناتها قرن، تمام؟ بيشبه القرون، تمام؟ فهي بيكون لها زي هيك شغلات مدببه بنسميها البلب هورن، الجزء من البلب، الجزء من العصب اللي هو موجود في الكراون بنسميه الكورونال بلب، والجزء من البلب الموجود في الروت بنسميه راديكولر، راديكولر له دخل بالقنوات، تمام؟ ايش حكينا في نهايته؟ موجود في عندنا الابيكال فورامن، تمام؟ طيب ننتقل لموضوع ثاني من مواضيع المحاضره اللي هو السيرفيسز اوف ذا توث. طيب يعني الاسطح للسن، احنا حكينا بس لحتى تفهموا هاي الشكل اللي انا بحكي فيه، احنا حكينا انه في عندنا احنا السن، السن في له اسطح، تمام؟ يعني السن زي ما حكينا انه بالاناتومي يمكن انتم درستوا، لما يكون في عندي انا في مصطلحات للاناتومي، لما يكون انا مثلا هذا، فلنفترض ان رسمي مش كثير قوي، بس هذا اعتبروه انه هذا بني ادم، تمام؟ هذا بني ادم له ايدين، ايدين قصار، وهذا بني ادم وله رجلين. فهاي المصطلحات احنا بنيجي بنحكي مثلا هذا امام المريض، هذا خلف المريض، هذا فوق المريض، هذا السيرفيس مثلا، هذا تحت المريض، تمام؟ انسوا الرسمه كلياتها، هاي بس هيك لحتى ابسط لكم الصوره. فكل سن في له سيرفس، له اسطح، تمام؟ كيف يعني؟ هذا السن هو الطاحونه، تمام؟ فيرست مولر في له خمسه اسطح، كل سن عندنا موجود في الاورال كافيتي كل سن في له خمسه اسطح. كيف يعني له خمسه اسطح؟ طيب هذا السطح اذا احنا بنيجي بنطلع بنسميه الفيشيال او البكل، تمام؟ وهذا بنسميه اللينجوال، هذا بنسميه الديستال، هذا بنسميه الميزل، هذا بنسميه الاوكلوزال. اكيد حتشوفوه تخابيص ولا كانكم فاهمين شيء، خلينا ابسط لكم المواضيع اكثر من هيك. طيب اعتبروا انه هذا السن اللي بدنا نحكي عنه اللي هو السنترال انسايزر، تمام؟ هذا السن، هذا السن خلينا نبلش في اول سطح اللي احنا بنسميه الفيشيال. شو معنى فيشيال؟ شيء له دخل بالفيس،
تمام. هذا بحكي لك انواع السيرفس خمسه. اول سيرفس بنسميه الفاشيال، يعني انا بطلع على السن من الخارج، السطح الخارجي للسن. يعني انا لما ابتسم ببين عندي الفاشيال، ببين عندي هذا، تمام، ببين عندي هذا السطح اللي انا قاعد بلون فيه، هذا السطح من السن وهذا السطح من السن اللي انا لما اطلع ببين معي هذا اللي ملون باللون الازرق كامل، هذا بنسميه الفاشيال سيرفس، تمام، هذا بنسميه الفاشيال سيرفس، السطح الخارجي من السن، تمام. اذا احنا بنحكي عن اسنان اماميه حيكون الفاشيال سيرفس ايش هو؟ الليبيال. ليش سموه ليبيال وليش سموه بكل؟ ليبيال نسبة لللب اللي هي الشفتين. فالأسنان الأمامية لو حكينا من الكيناين للكيناين، هذا السيرفس تاعهم الخارجي، السطح الخارجي بيكون ملامس للشفتين فسموه ليبيال سيرفس. بالنسبة للبوستيريور تيث، السطح الخارجي إلهم بيكون ملامس للبكل. شو هي البكل؟ معناتها تشيك، الخد، تمام؟ فعشان هيك سموه البكل سيرفس. البكل سيرفس هو الفيشيال سيرفس، نقدر نحكي فيشيال سيرفس هو المصطلح العام، تمام؟ هذا المصطلح العام لما نحكي عن بوستيريور تيث، ايش هو الفيشيال سيرفس الموجود في البوستيريور تيث؟ بكل. ليش سميناه بكل؟ لأنه هذا السيرفس أو السطح من السن، عفوا، اللي بيكون ملامس للخد أو البكل أو التشيك، تمام؟ والسطح الخارجي من السن اللي بيكون ملامس لللب بنسميه الليبيال سيرفيس. طيب احنا حكينا عن السطح الخارجي للسن، حكينا عن السطح الخارجي. طب السطح الداخلي للسن، هذا السطح اللي من جوا، هذا السطح اللي من جوا بحكي لك فيه له مصطلحين، تمام. المصطلح الاول بنسميه البلتل او اللينجول. شو معنى بلتل؟ بلتل معناته مقارب للبلت. اذا انا بحكي عن السطح الداخلي للاسنان العلويه نسميها بلتل. ليش؟ لأنها قريبة من البلت، تمام؟ البلت اللي هو سقف الحلق، تمام؟ إذا أنا بحكي عن الأسنان الداخلية أو السطح الداخلي، هذا اللي مأشر عليه، السطح الداخلي للأسنان اللي موجودة في الماندبل، تمام؟ بسميها لينجوال. ليش؟ لأنها قريبة من اللينجوال اللي هو اللسان، تمام؟ فهذا السطح الموجود، حكينا في عنا سطح خارجي هذا بنسميه الليبيال، وهذا السطح الخارجي بنسميه البكل، في عنا سطح داخلي بنسميه لينجوال إذا إحنا بنحكي عن ماندبل، وإذا بنحكي لينجوال سيرفس أو بلتال سيرفس إذا إحنا بنحكي عن أسنان موجودة في الفك العلوي. السطح الداخلي للأسنان الموجود في الفك العلوي بنسميه بلتال. طيب السطحين الثانيات بنسميه ميزيال وديستال. احنا حكينا في من عنا ميدلاين، اي اناتومي في عنا ميدلاين، اي اشي قريب من الميدلاين بنسميه الميزيال، اي اشي بعيد عن الميدلاين بنسميه ديستال. فلنفترض هذا السن الموجود عنا، تمام، هذا السن في له السطح، هذا السطح اللي على الجانب، انتر بروكسيمال معناته السطح الجانبي، السطح اللي على الجانب اللي انا قاعد، خلينا اغير اللون، السطح اللي مرسوم هيه باللون الاصفر، هذا السطح من السن الموجود على الجنب، جنب السن، اعتبروا ان السن اللي جنبه مش موجود، هذا السطح الموجود على جانب السن وقريب من الميد لاين ايش حسميه؟ حسميه الميزيال سيرفس، تمام. السطح من السن نفسه اللي بعيد عن الميد لاين حسميه، هذا السن مثلا، هذا السطح سميناه الميزيال سيرفس، والسطح اللي على الجانب بنسميه الديستال. ليش؟ لانه بعيد عن الميز على الميديان لاين، تمام، بعيد عن الميد لاين. طيب السطح الاخير من اسطح الاسنان اللي هو بنسميه الفانكشنال سيرفيس، تمام، او السطح اللي له وظيفه. احنا حكينا انه الاسنان فيها وظائف، يا اما طحن الطعام يا اما قطع الطعام. الاسنان الاماميه اللي احنا حكينا من الكيناين للكيناين، هذا السطح اللي هو، خلينا ارسمه، هذا السطح اللي هو السطح اللي هون، ها، اللي انا قاعد برسمه، السطح السفلي للسن اللي انا بقطع عليه الطعام، ايش بسميه؟ بسميه الانسايزال سيرفيس على كل الأسنان الأمامية. طيب البوستيريور سيرفيس، هذا السطح الخارجي، ها، هذا السطح اللي أنا بلون عليه اللي إحنا بنطحن عليه الطعام، إيش بسميه؟ بسميه الأوكلوزال سيرفيس، تمام. فخلينا نراجع حسا الخمس أسطح على السريع. حكينا هذا سنترال إنسايزر، تمام، السطح الخارجي حكينا عنه الليبيا لأنه مقابل لللب اللي هي الشفتين، السطح الداخلي سميناه البلتل او اللينجوال، السطح الجانبي سميناه ميزيال اذا قريب من الميدلاين، السطح اللي بعيد عن الميدلاين سميناه الديستال، هذا السطح بنسميه الانسايزر. طب خلينا نحكي هسه عن مصطلحين، شيء بنسميه اللاين انجل بنسميه البوينت انجل. طب مش احنا حكينا انه لكل سن في عندنا خمسه اسطح، بحكي لنا هذا السن، تمام، هذا في عندنا خط، اذا انتم ملاحظين هذا الخط، هذا الخط حكينا عنه هذا ديستال اند او ديستال سيرفيس، وهذا في عنا اللي هو الليبيال سيرفيس، تمام. بحكي لنا الخط
اللي بيفصل بين هذا اللي انا برسمه بالخط الازرق، اللي بيفصل بين الديستال سيرفيس وال الليبيال سيرفيس، تمام؟ ايش بسميه؟ بسميه لاين انجل، بسميه على اسم السطحين اللي كونوا. هذا اللاين انجل مكون من الليبيال سيرفيس ومكون بين الديستال سيرفيس، فشو بسميه؟ بسميه ديستوليبيال لاين انجل، تمام؟ طب هذا السيرفيس مكون من الانسايزل ومكون من الليبيال، فايش بسميه؟ بسميه ليبيو انسايزل، برضه بزبط اسميه انسايزو ليبيال، يعني هو حسب السنين المكونات له. نروح على هاي، يعني انا صراحه بشرح هاي التفاصيل بس ما حتيجي في الامتحان، تمام؟ لانه الامتحان عندكم ما في صور. فلما يجي يحكي لكم شو اسم اللاين انجل اللي بربط بين الديستال والليبيال، حتيجي تحكي له ديستو ليبيال، فانه ما في صور، ومش مطلوب منكم كسنه اولى او كمحاضره مقدمه تكونوا عارفين انه هذا السيرفس ديستال وهذا السيرفس ليبيال، مش مطلوب منكم ابدا، بس بتكونوا عارفين المصطلح انه اللاين انجل معناها اللي هي الخط اللي بيفصل، او السيرفس الخط اللي بيفصل بين تو سيرفيسز. طب شو اسم الزاويه؟ اذا احنا بنلاحظ هنا، هنا في عندنا ديستال، خلينا امسحها تبين معكم بلون ثاني، تمام؟ في عندنا مصطلح بنسميه البوينت انجل. شو معنى البوينت انجل؟ البوينت انجل معناتها هي الزاويه اللي بتربط بين ثلاثه سيرفيس. هنا في عندنا الزاويه بتربط بين الديستال وبتربط بين الانسايزل وبتربط بين الفيشيال، فانا ايش بسميها؟ بسميها على اسماء الثلاث اسطح اللي كونتها. شو ثلاث اسطح؟ ديستو ليبيو انسايزو بوينت انجل. هل مطلوب منا نحفظ كل هاي التفاصيل؟ لا، بس احفظ المصطلح انه اللاين انجل، حيجي علي حيجيني كثير اسئله عن هاي النقطه، بس احفظوا امتحانكم ما في صور، بس احفظوا انه البوينت انجل هي عباره ثلاثه سيرفيس ارتبطوا مع بعض كونوا لي هاي الزاويه، تمام؟ واعرفوا انه اللاين انجل هو عباره عن السطح اللي بربط بين اثنين سطحين، او الخط اللي بربط بين سطحين. طيب خلينا ننتقل لجزء جديد من المحاضره، هو بيحكي تقسيمات الكراون والروت، تمام؟ موضوع بسيط، ليش عملوه؟ هسا احنا حكينا انه قسمنا السن بشكل اساسي للكراون والروت، هسا بدنا نيجي نقسم الروت والكراون لثلاثه اثلاث. ليش عملوا هذا الاشي؟ عشان احنا اطباء الاسنان لما مثلا يكون في عندنا تسوس في هاي المنطقه، اكون عارف اوضح للدكتور او اوضح انا للدكاتره بينهم بين بعض، بدهم يوصفوا تسوس مثلا معين، بدهم يحطوا ستراكشر معين في هاي الموقع، او يوصفوا اشي، بدهم يقسموا بناء على هاي الشغلات، تمام؟ ححكي ثلاث شغلات حتتكرر معنا كثير، تمام؟ شو معنى سيرفكس؟ سيرفكس معناتها نك او عنق، تمام؟ عنق السن هو نفسه النك اللي احنا حكينا عنها من تقسيمات السن، هاي بنسميها عنق السن، تمام؟ ابيكال معناتها قمه السن، تمام؟ ابيكال معناتها قمه السن، تمام؟ طب شو معنى اوكلوزو؟ اوكلوزو معناتها اطباق، اوكلوزل معناتها اطباق، تمام؟ اوكلوزل معناتها اطباق. طب شو معنى بكل؟ حكينا بكل معناتها شيك. طب شو معنى لينجوال؟ حكينا لينجوال معناتها لسان. شو معنى ليبيال؟ حكينا ليبيال معناتها الشفتين. شو معنى لينجوال؟ لينجوال معناتها لسان، تمام؟ شو معنى سيرفيكال؟ معناتها عنق السن، تمام؟ موضوع جدا بسيط، بس انتوا تفهموا كيف احنا بدنا نقسم السن. بحكي لك لما بدنا نقسم السن من الاوكلوزل للجنجيفال، من الاوكلوزل، تمام؟ هذا هو الاوكلوزل سيرفيس للجنجيفال، كيف حقسمه؟ اوكلوزل ثيرد وميديال ثيرد وسيرفيكال ثيرد، بس انتوا اعرفوا المساحه اللي بدكم تقسموها للسن وبتعرفوا، حقسموا اوكلوزل وميديال وسيرفيكال. طب اذا انا بدي اقسم السن ميزيال لديستال، موضوع جدا بسيط، هذا الميزيال سيرفيس، هذا الديستال سيرفيس، وهذا الميزيال سيرفيس، وهذا الميزيال سيرفيس، وهذا الديستال سيرفيس. طب اذا انا بدي اقسمه بكو لينجوال، اذا انا بدي اقسمه بكو لينجوال، يعني انا بدي اقسم السن البكال اللي هو من جهه الشيك، نحكي احنا عن هذا السن الجهة الشيك او جهه الخد، والميديال ثيرد واللينجوال ثيرد على 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 اسمائهم يعني. طب اذا انا بدي اقسم الروت لثلاثه اقسام، ايش بقسمه؟ بقسمه ابيكال اللي هو الجزء القريب من الابكس قمه الجذر، والميديال والجزء اللي احنا حكينا عنه بفصل بين الجذر، وهذا بنسميه السيرفيكال ثيرد. فاحنا بنلاحظ اذا احنا بدنا نقسم الجذر في انه تقسيمه واحده بس، يا اما ابيكال يا ميديال يا 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 سيرفيكال. اذا احنا بدنا نقسم الكراون بنقسمه حسب الجهه اللي احنا بنطلع عليها، اذا انا بدي اقسمه من الاوكلوزال للسيرفيكال بقسمه اوكلوزال ميديال سيرفيكال، اذا انا بدي اقسمه بكل لللينجوال يعني من الخارج للداخل بقسمه بكل
ميديال لينجوال، اذا انا بدي اقسمه اسنان امامي بسميه لابيال ميديال لينجوال، واذا انا بدي اقسمه من اليمين لليسار اللي هو قريب من الميدلاين بسميه ميديال، واذا بعيد عن الميدلاين بسميه ديستال. طيب يا جماعه خلينا ننتقل لاخر توبك موجود في المحاضره اليوم، واللي هو بيحكي عن اناتوميكال فيتشرز اوف ذا تيث. طب قبل ما ابدا شرح في هذا التوبكس بدي اياكم تفهموا شغله، انه السن زي ما ذكرنا في له 5-6 اسطح. بدي اياكم تفهموا شغله انه السن مش عباره عن مربع هيك كل اضلاعه متساويه موجود في عندنا في الفم، لا، السن نفسه في انخفاضات وفي ارتفاعات، في ستراكشر منخفضه في ستراكشر مرتفعه، يعني السن متنوع ومختلف، تمام؟ فقسموا هاي الاناتوميكال فيتشرز الى قسمين، القسم الاول اللي هو الانخفاضات الموجوده على سطح السن، والاليفيشن اللي هي الارتفاعات الموجوده على سطح السن، لانه احنا حكينا السن مش عباره عن مربع موجود، لا، في شغلات بارزه في السن ومرتفعه عن سطح السن، وفي انخفاضات منخفضه نازله عن مستوى سطح السن، تمام؟ خلينا اورجيكم صور افضل من هاي. طيب يا جماعه هاي صوره راح تساعدكم اكثر لفهم الانخفاضات اللي قاعد بحكي عنها انا، تمام؟ شايفين الخط الاسود؟ احنا حكينا هون قاعدين بنطلع على طحونه من الاوكلوزال سيرفيس، او زي كانه بنطلع على على الطحونه من فوق، تمام؟ او على المولر. في شايفين هاي الخطوط، تمام؟ بنسميها جروف. شو معنى جروف؟ جروف معناتها اخدود، تمام؟ السطح الاسنان مليئه بهاي الجروفز، تمام؟ بنسميها زي اخاديد، زي بيكون في انخفاضات او النفق او الاخدود، معروف هي شو معنى الاخدود. هذا الاخاديد او الجروفز بتكون موجوده، تمام، على سطح السن، بتكون على شكل انخفاضات. في عندنا شغلات بنسميها سبليمنتال جروف، وفي شغلات بنسميها ديفلوبمنتال جروف. الجروف المين الكبيره بتكون موجوده في منتصف السن، هاي بنسميها ديفلوبمنتال جروف، تمام. الجروف بتكون صغيره على اطراف السن من فوق ومن تحت بنسميها سبليمنتال جروف، تمام. هاي صورة بتوضح الانخفاض الثاني اللي قاعد بحكي عنه، اللي هو بنسميه الفوسة. هسا الاناتومي بشكل عام لما تسمع كلمة فوسة، فوسة معناتها انخفاض، تمام؟ بنكون ماشيين هنا بالسن بشكل طبيعي، فجأة بنلاقي في انخفاض على شكل مثلث، مش شرط يكون مثلث، الفوسة حسب الشكل اللي بتكون موجود فيها. خلينا نشوف هاي الصورة، يمكن الصورة تساعدنا كمان. هنا في عنا ميزة، يعني ميزة تريانجل الفوسة، فوسة انخفاض على شكل مثلث موجود في جهة الميزيل، فبنسميه ميزة تريانجل الفوسة. هنا في عنا سنترال فوسة شكلها دائرية، بس الفكرة من الفوسة هو انخفاض في شكل السن، يعني بدي اياكم تفهموا ان هون بنكون احنا ماشيين بالسن بشكل عادي، فجأة بنلاقي في انخفاض على سطح السن بنسميه الفوسة. طيب الانخفاض الثالث حبيت اشرح هذولك قبله، اللي هو البيت. بدي اياكم عشان تفهموا البت بالضبط ايش هي. البت زي كانكم ماسكين معجونه هاي اللي بيلعبوا فيها الاولاد صغار، وحطيتوا فيها قلم وقمتوا القلم على سطح المعجونه، ببين زي في نقطه كرويه موجوده على سطح المعجونه، فهاي هي البت. البت بيكون في عندنا زي حفره موجوده على سطح السن بنسميها البت، بنسميها بين بوينتد، يعني بتكون زي نقطه، تمام. السلكس يعني شايفين، بدي اياكم تفهموا هنا شغل، في عنا اليفيشن ارتفاع بنسميه الكسب، تمام. حوضح لكم السلكس كمان شوي على صوره ثانيه. طيب يا جماعه هاي الصوره ممكن توضح لنا السلكس بشكل افضل. احنا حكينا السلكس هو عباره عن انخفاض، بدي اياكم تتخيلوا انه هذا بنسميه الكسب. كسب معناتها زي جبل، تمام، بنسميهم الكسب، يعني في عنا ارتفاعات بنسميهم الكسب. المنطقه اللي موجوده في اللون الازرق كامله بتكون على شكل وادي، يعني اعتبروا هذا السن مقلوب، بتكون على شكل وادي، تمام، موجود بين الجبلين، هاي بنسميها السلكس، تمام، سلكس اوف ذا توث. طيب يا جماعه خلينا ننتقل للاليفيشن. الاليفيشن هي الارتفاعات الموجوده على سطح السن. طيب خلينا نبلش باول اليفيشن اللي احنا بنسميه الكسب. شو هو الكسب؟ الكسب حكينا زي ما هو عباره عن الجبل، في عندنا اكثر من كسب، يعني اكثر من جبل على سطح السن، هذا بنسميه الكسب، تمام. طب اذا احنا ملاحظين الكسب، احنا قديش في عنا كسب لكل سن؟ هل الاسنان الاماميه في عنا كسب، يعني السنترال انسايزر، هل في له كسبات؟ لا، ما في له كسبات، في له خط مستقيم، تمام، في له خط مستقيم، هيك السنترال انسايزر بيجي شكله هيك مستقيم، بيكون هذا الانسايزر الايدج. اما الكيناين اللي هو عباره عن الناب، بيكون في له كسب واحد، تمام، بيكون في له كسب واحد. البري مولر بيكون في لهم كسبين، المولر بيكون اكثر من كسبين، يا ثلاثه يا اربعه يا خمسه في بعض الاحيان، تمام. فهي هي الكسب، هي عباره عن الارتفاع اللي بيشبه الجبل، تمام، احنا حكينا بنسميه اللي هو الكسب.
الارتفاع الثاني اللي هو بنسميه سينجيولوم، ضروري جدا تعرفوا كل سن قديش في عنده كسب. الكناين واحد، البريمولر اثنين، المولر اكثر من اثنين، تمام. السينجيولوم اسمها سينجيولوم، تمام. السينجيولوم الترجمة الحرفية إلها اللي بنسميها المخلب، تمام. طيب إذا أنتم ملاحظين السينجيولوم بحكي لكم موجودة على اللينجوال سيرفيس، يعني الجزء الداخلي من السن اللي هو موجود، الجزء الداخلي من السن اللي هو موجود في أي أسنان، موجود في الأنتيرير، في الأنتيرير توث. يعني السينجيولوم وين موجود؟ السينجيولوم موجود في السنترال انسايزر، في اللاترال انسايزر، والكيناين على اي سيرفيس، على السطح الداخلي اللي احنا بنسميه اللينجوال سيرفيس او البلاتال سيرفيس، تمام. بنلاقيه من اللينجوال سيرفيس. دائما بيجي سؤال امتحان، السينجيولوم موجود على اي سيرفيس؟ موجود على اللينجوال سيرفيس. هل هو موجود على الليبيال سيرفيس؟ لا. هل هو موجود على البكال سيرفيس؟ لا، موجود على اللينجوال سيرفيس لاي اسنان؟ للاسنان الاماميه. بيكون في عندنا زي ارتفاع، اذا انتم ملاحظين بيكون ارتفاع هيك شبه مخلب النسر، فبسموه سينجيولوم، تمام. موجود في اي ثيرد؟ مش احنا قسمنا الكراون لثلاثه؟ موجود على السيرفيكال ثيرد. السيرفيكال ثيرد اللي هو الجزء القريب من عنق السن، تمام. بيكون في عندنا زي ارتفاع على سطح السن بنسميه السينجيولوم. طيب يا جماعه خلينا نروح للارتفاع الثاني اللي احنا بنسميه اللوب. شو معنى اللوب؟ هسا اثناء تطور، معلومه جدا جدا مهمه لكم كاطباء اسنان، وحتى يمكن معلومه هيك كثير حلوه، تكون السن ببلش من الكراون مش من الروت عكس ما الناس بتفكر. فاحنا بنبلش تكون الاسنان من الكراون او من التاج تاع السن. بيكون في عندنا خلايا معينه بتكون اول شيء اللي بنسميه اللوب، تمام. بكون اللوب، اللوب يعني بصلكم يعني القالب الاساسي، يعني بيكون في عندنا هيك مجموعه خلايا، هون مجموعه خلايا، هون مجموعه خلايا، كل واحده فيهم بتبلش بناء الانامل، وتبلش بناء الدنتين، وتبلش بناء البلب. فاللوب بشكل اساسي هو عباره عن، نقدر نحكي، ارتفاعات موجوده على سطح السن التحموا مع بعض اللوب كونوا لنا الكسبات. اللوب لما التحموا مع بعض كونوا لنا الكسبات. ممكن مثلا لوب واحد كون لنا كسب واحد، ممكن كسب واحد كونه اكثر من لوب. فاللوب هو بشكل اساسي هي الماده الخام اللي بتكون الكسب والانسايزال ايدج، تمام. طيب الماميلونز هم ارتفاع موجود في الاسنان اللي هي البرايمري تيث، في بدايه ظهور الاسنان، عشان الاسنان بتكون موجوده تحت اللثه عشان تقدر تقطع اللثه. الانسايزال ايدج بيكون في عنده اشكال زي كانها هيك ارتفاعات صغيره بنسميها الماميلونز، مع الاحتكاك والاطباق اللي زياده هاي الماميلونز بتروح، بصير في عندنا الانسايزال ايدج مستقيم، تمام. طيب يا جماعه خلينا ننتقل لاخر اليفيشن موجود معنا لليوم اللي احنا بنسميهم الريج. طبعا الريج يا جماعه في لهم اكثر من شكل. اول شكل للريج اللي هو بنسميه المارجنال. مارجنال معناتها حافه. شو معنى اول شيء الريج؟ بدكم تتخيلوا انه في عندنا جبل، تمام، هيك الجبل مثلا موجود هنا، بدكم تعتبروا انه هذا مثلا كسب، تمام، او هذا جزء من السن. الريج بيكون فيه ارتفاع، خلينا ارسمه بلون ثاني، خلينا نرسمه باللون الازرق. طيب الريج اللي بدي احكي عنه بيكون زي ارتفاع موجود على سطح هذا السن، بيكون هيك ارتفاع من الانامل، طبقه من السن مرتفعه، تمام، هذا بنسميها الريج. طيب ايش انواع الريج؟ المارجنال اللي هي مارجنال ريج اللي هي الارتفاعات من السن اللي هي على الحواف، تمام، اللي هي موجوده هون، تمام، هون على الطرف هون، هاي بنسميها المارجنال ريج، تمام. تمام لما نحكي عن مارجنال ريج، المارجنال ريج على البوستيرير تيث موجوده ميزيالي، يعني قريبه من الميد لاين، موجوده ديستالي. بس لما نحكي، خلينا نرجع للصفحه اللي وراها، لما نحكي عن هاي، لما نحكي عن الانتيرير تيث هذا كيناين، المارجنال ريج بتكون موجوده هنا على اليمين وعلى اليسار، تمام، وبرضه على البوستيرير تيث بتكون موجوده ميزيالي اند ديستالي، تمام. بتكون موجوده على اي سيرفيس؟ بتكون موجوده على الاوكلوزال سيرفيس. ها هذا الاوكلوزال سيرفيس بالبوستيرير تيث. طب بالانتيرير تيث هذول اللي موجودين على الطرف بتكون موجوده على اي سيرفيس؟ على اللينجوال سيرفيس. صف عندنا السينجيولوم هاي وال المارجنال ريج، وين موجودات؟ موجودات على اللينجوال سيرفيس للانتيرير تيث. هل في عندنا سينجيولوم بالبوستيرير تيث؟ لا، فقط انتيرير تيث. طيب شو هي التريانجولر ريج؟ تريانجولر من اسمها، تريانجولر مثلثه، يعني هاي هي التريانجولر ريجز، بدها تكون موجوده هيك ارتفاعات على الكسب
شكلها مثلث هيك بدها تكون. هاي هي التريانجولر ريدج، هاي هي التريانجولر ريدج، تمام. طيب شو هي الترانسفيرس ريدج؟ ترانسفيرس ريدج اللي هي بتكون، اذا انتم ملاحظين هنا في عندي تريانجولر ريدج، هنا تريانجولر ريدج، التحموا مع بعض كونوا لي ريدج كامل. ايش بسميه هذا الريدج كامل؟ بسميه ترانسفيرس، اللي هو عرضي، تمام. ترانسفيرس عرضي، اثنين تريانجولر ريدج او ثلاثه التحموا مع بعض كونوا لي الترانسفيرس ريدج. طيب شو هي الكسب ريدج؟ الكسب ريدج بدنا نفهمهم بشكل كثير، هم جدا جدا بسيطات، تمام. احنا حكينا، تمام، احنا حكينا انه في عنا هاي الكسب، تمام، هاي كلياتها سميناها الكسب، تمام. حكينا انه هاي نقدر نعتبرها قمة الجبل، او نعتبر انه هذا مثلا، هذا نعتبره هذا هو الكسب اللي احنا بدنا اياه، نعتبر انه هذا هو قمة الجبل اللي احنا حكينا الجبل معناتها كسب. بحكي لك اللي هي الكسب ريدج، اللي هي عبارة عن ارتفاعات على اليمين وعلى اليسار، هون بنسميها الكسب ريدج اللي رايحة ميزل، هون الكسب ريدج بنسميها رايحة ديستلي، هون في عندنا طالع على برا اللي احنا بنسميها بكلي، هون داخل لجوا ايش سميناها؟ سميناها تريانجولر ريدج اللي سميناها قبل شوي، تمام. فاللي بدي اوصل لكم اياه انه عبارة عن ارتفاعات. صراحة امتحانكم ما في صور، فصعب جدا الدكتورة تجيب اسئلة على شغلات زي هيك وهو ما في صور، فأنا بشرح لكم هذا الشيء لحتى أنتم تكسبوا العلم وتكونوا فاهمين شو بتحفظوا، ما تحفظوا بصم. هيك بنكون أنهينا، يعني أي شيء أنا ما ذكرتوش بيكون أبدا مش مهم ومستحيل يجي عليه بالامتحان أسئلة، بس حرجع إن شاء الله معكم. هيك بنكون أنهينا، بسم الله، بنكون أنهينا محاضرتنا. بس بدي أرجع على المحاضرة من الأول، خليني أراجع لكم أهم الشغلات اللي ممكن تسأل عليها الدكتورة، تمام. طيب إحنا حكينا أول شيء عن التقسيمات، الجو في عنا أبر جو وفي عنا لور جو، الأبر جو بتكونه المكزيلا، اللور جو بتكونه المانديبل. حكينا عن التي أم جي اللي هو الجوينت، المفصل اللي بربط بين التمبورال والمانديبل. حكينا عن حركة المانديبل اللي بتعطينا الصوت وبتعطينا كل إشي. حكينا عن التقسيمات الجو، حكينا عنه في عنا أربع كوادرانت، في عنا ماكزيلري، في عندنا ماكزيلري رايت، ماكزيلري ليفت، مانديبولار ليفت، مانديبولار رايت. حكينا عن تقسيماتهم، حكينا إنه شو وظائف الأسنان، في عنا على بتساعدنا على المضغ والها بتساعدنا كذلك على المظهر الجميل. حكينا عن السبيتش النطق، حكينا برضو عن التطور الجو، حكينا انه الفانكشن اللي هي الوظيفة بتعتمد على شكل السن، كل شكل بيأثر على كل شكل للسن بيعطي وظيفة محددة. حكينا عن اقسام الاسنان وانواعهم، الانسايزر الكنال البريمور المولر. حكينا عن تقسيمات الدنتيشن، في عندنا انتيرير تيث، في عندنا بوستيرير تيث، في عندنا برايمري دنتيشن، في عندنا سكندري دنتيشن. حكينا كل سن قديش فيه، كل دنتيشن قديش فيه اسنان بكل ارش وبكل فك. البرايمري دنتيشن عندنا 20 سن، في عندنا البيرمننت دنتيشن في عندنا 32 سن. حكينا مراحل ظهور الاسنان بتبلش على الستة اشهر، بست سنوات بصير في عندنا الميكس دنتيشن، على 12 سنه كل البرايمري بيكونوا راحوا، ببلش ظهور كل الاسنان الدائمه، على 18 بتخلص اخر سن اللي هو طحونه العقل. حكينا عن انظمه تسميه الاسنان وشرحناهم بالتفصيل، وفي اوراق خارجيه ان شاء الله راح تكون موجوده. حكينا عن أنظمة التسمية، البالمر، الاف دي اي واليونيفرسال. حكينا اليونيفرسال ما بنبلش من الميد لاين، هاي ممكن تجيب عليها أسئلة. حكينا عن أقسام السن، الماكرو والمايكرو، طبقات السن، المينا، العاج، العصب. حكينا عن البون، حكينا عن الأنتوميكال كراون والكلينيكال كراون اللي هو المغطى في الإنامل، فوق الجنجيفا، تحت الجنجيفا. حكينا عن الروت، انه الاسنان الخلفيه في لها اكثر من روت، الاسنان الاماميه لها روت واحد. حكينا عن تقسيمات العصب الموجود في الكراون والموجود في الروت. حكينا عن السيرفس الموجودين للسن، كل سن له خمسه اسطح، شرحناهم بالتفصيل وعرفنا كل اسم من وين اجى. حكينا عن اللاين انجل والبوينت انجل، وان شاء الله السنه الماضيه نفس الشيء الدكتوره ما راح تجيب صور، فصعب جدا تجيب أسئلة على هاي الصور، مستحيل، لا تحفظ هاي الشغلات أبدا، مش للحفظ. يعني لما تيجي بس بدكم تفهموا الكونسبت، فهم لما تيجي تحكي لكم إنه أنا في عندي لاين أنجل موجودة بين سيرفس بكل وسيرفس ميزيال، بدكم تكونوا عارفين إنه بنسميهم على اسم السيرفس اللي كونوهم، بس
افهم المصطلح فهم، ما راح تجيب عليهم الدكتوره اسئله، هاي شغلات مش حفظ، حتى انا ما بعرفهم، يعني انا هسه ما بعرف هذا ميزل ولا ديستل، حسب الا اذا الدكتور محدد لي ايش هذا، او اذا انا شايف صوره كثير واضحه، تمام؟ فهو مش للحفظ بس، افهم الكونسبت فهم، تقسيمات السن حسب، اذا احنا بنحكي عن كراون للروت، الروت له تقسيم واحد ابيكال ميديال سيرفيكال، اذا احنا حكينا عن الكراون حسب الجهه اللي بنقسمه فيها، اذا من الامام للخلف او من اليمين لليسار او من اعلى لاسفل، كل واحد له له اسم، حكينا شو معنى سيرفيكال، حكينا شو معنى انسايزر، شو معنى اوكلوزال، حكينا شو معنى ابيكال، حكينا شو معنى بكر، شو معنى ليبيل، كل هاي الشغلات مصطلحات الاسنان، حكينا عن انخفاضات السن وارتفاعات السن. سؤال يعني 100% حيجي، حتحكي لكم all of the following are depression except، كلياتهم depression انخفاضات على سطح السن، البت فوسا سالكاس ممكن تحط لكم معهم كسب، الجواب الغلط اللي هو الكسب، او ممكن تعكس تحكي لكم all of the following are elevation except، بتكونوا حافظين ايش هم الاليفيشن، حتيجي تحكي لكم السنجلوم موجود على اي اسنان، الاسنان الاماميه على اي سيرفس، على اللينجوال سيرفس، تمام؟ حتيجي تحكي لكم سؤال الريدجز الموجودات المارجنال ريدج موجودين على اي سيرفس، موجودين على الاوكلوزال سيرفس بالبوستيريور تيث، الانتيريور تيث موجودين على اللينجوال سيرفس، حتيجي تحكي لكم حتيجي تحكي لكم ترانسفيرس ريدج، ممكن تيجي تحكي لكم تعريف هو عباره عن التحام اثنين تريانجولار ريدج مع بعض، والكسب ريدج هو بشكل اساسي مستحيل تسالكم عنه، بس انه اعرف انه هو ارتفاعات. ايش في كمان شغلات حكيناهم؟ الماميلونز كثير مهمين تعرفوا انه هم نتوءات، بروتوبيرنس معناتها نتوء، بيكون على شكل دائري، تمام؟ ثلاثه لما اول ما يظهر السن بعدهم بدهم يروحوا مع الفانكشن. ايش في كمان اسئله غالبا بتتكرر هنا؟ تعريفهم جدا مهم، تكونوا عارفين انه اللاين انجل هي عباره عن تو سيرفيس التحموا مع بعض، الثلاثه سيرفيس كونوا لي بوينت انجل، تمام؟ مهم جدا تعرفوا انه الفانكشنال سيرفيس بسميه بالبوستيريور تيث بسميه اوكلوزال، في الانتيريور تيث بسميه انسايزل، اللينجوال سيرفيس اذا بحكي انا عن ابر بسميه بلاتال، اذا انا بحكي عن لور اللي هو مانديبل بسميه لينجوال، البروكسيمال حكينا عنه انه كل سيرفيس القريب من الميدلاين بسميه ميزل، البعيد بسميه ديستال، الفيشل سيرفيس بسميه ليبيال نسبة لللب، والبكل بسميه بكل نسبة للتشيك او البكل اللي هي الخد. مهم جدا برضو تعرفوا الراديكولار انه هي الموجودة في الروت، العصب الموجود في الروت بسميه الراديكولار اللي هو بنعمل له علاج العصب الار سي تي، في الفتحة هاي جدا مهمة بنسميها الابيكال فورامن اللي هي الفتحة الموجودة في الابيكس اللي هي القمة او قمة الجذر، الروت جدا مهم انه هاي ممكن كثير تسأل عنها اللي هي الروت، الانتيريور تيث عندهم روت واحد، الوسيريور تيث عندهم اكثر من روت، تعريفاتهم هي المهمة لانه ما في صور بالامتحان، الاناتوميكال كراون والكلينيكال كراون، السوكت هو موجود، السن الموجود كامل موجود في السوكت اللي لساته ديفلوبمنتال وبتطور السن، بده يطلع في مكان بيكون موجود في الكريبت كتعريف مهمة. حكينا عن الدنتين، حكينا البلب موجود في الكراون موجود في الروت، الدنتين موجود، حكينا السمنتوم هي الطبقة اللي بتغطي الروت، الإنامل هي الطبقة الخارجية من الكراون. أنظمة التسمية جدا مهمة، حتيجي تحكي لكم مثلا هذا السن مثلا الماكزيلري ممكن تحدد لكم، احنا شرحنا لكم الطريقة، فأول شيء بدكم تحددوا الربع، بعدها بدكم تحددوا السن وبس، يعني هاي ممكن تسألكم صورة ميكس انتشن، ايش أول سن بيطلع عنا؟ اللاترال انسايزر، السنترال انسايزر الموجود في المانديبل بيطلع على الستة أشهر، اول سن دائم ايش هو؟ اللي هو المولر، الفيرست مولر، تمام؟ الموجود في المانديبل والماكزيلا، تمام؟ على عمر الست سنوات، متى اخر سن دائم بده يروح؟ اخر سن دائم بيطلع على 18 سنه اللي هو الويزدوم تيث، طحونة العقل، ثيرد مولر. متى اخر سن برايمري تيث بده يطلع؟ على عمر السنتين، برضه عملت لكم زي شورت كاتس راح اشرحهم ان شاء الله قبل الفاينل راجعهم كلياتهم. حكينا انه البوستيريور تيث ببلشوا من البريمولر، انتيريور تيث من الكيناين للكيناين اول سته. حكينا انه البرايمري دنتيشن ما في عندهم بريمولر، هذا اجى السؤال السنه الماضيه، البرايمري تيث ما في عندهم بريمولر، في عندهم اثنين مولر بس. عدد الاسنان في كل كوادرنت كثير مهم، الوظيفه حكينا كثير مهمه. هيك بنكون انهينا شرح المحاضره، كنا معكم في لجنه طب الاسنان ولجنه الطب البشري، ان شاء الله نكون اعطيناكم العلم الكافي والمعلومات اللطيفه، ان شاء الله نكون سهلنا عليكم هاي المحاضره، واي شيء
بدكم اياه بالنسبه لمحاضرات الاسنان سواء الاولى او الثانيه ان شاء الله لجنه طب الاسنان ولجنه الطب البشري موجودين معكم ان شاء الله. حنزل لكم مكمل الاسئله المتوقعه، يعني السنه الماضيه توقعنا 5 اسئله في كل محاضره، الحمد لله اجى منهم نسبه كثير كبيره، فان شاء الله حنتابع معكم، حنعملكم اكثر من شغله للماده، مش فقط شرح وتفاريخ، حنعملكم ملخصات، حنعملكم زي شورت كاتس ونشرحهم برضه، حنعملكم برضه مكملات للاسئله، وحنعملكم ان شاء الله اكثر من شغله بالتنسيق مع ان شاء الله مع لجنه الطب البشري. وهيك ان شاء الله بنكون انهينا محاضرات الاسنان، كان معكم زميلكم معاذ محسن من لجنه طب الاسنان، نتمنى لكم التوفيق، الله يوفقكم سنافرنا في امتحاناتكم.